حلمي طول الوقت سيد درويش ومنير مراد وعاطف الطيب. دول ثلاث مشاريع من احد اهم احلام حياتي، وبقول ده طول عمري. يعني سيد درويش كان مشروع مسلسل، ولكن طلع للنور كمسرح. قعد فتره طويله 3.5 سنين الحمد لله. عرضنا 195 ليله عرض. العرض الحمد لله على مدار 3.5 سنين كان ناجح بشكل كبير جدا. العرض الوحيد اتعرض في اسكندريه 3 سنين ورا بعض. سعيد بالتجربه جدا من اولها لاخرها. اي شوائب تانية ما بركز فيها، انا بركز في التعب اللي بتعبه انا والناس اللي معانا، وربنا بيكرمنا من خلاله. فده سيد درويش، المفروض انه هيرجع يتعمل تاني ان شاء الله قريب. وفي مشاريع تانية يعني، يا رب تكمل على خير. ماله؟ والله مش عارف، بتمنى يعني زي ما بقولك على سيد درويش عشان انا عندي معلومات، فاهم قصدي؟ ان سيد درويش هيتعمل ايا كان بقى، يتعمل ازاي وفين، دي وسيله، لكن انا عارف انه هيتعمل. لكن ابو العروسه مش عارف لسه، اتمنى طبعا، بس اتمنى هو بيتعمل يبقى بنعمل جزء جيد عشان ما نبقاش بنكرر وخلاص. لا عيب، عيب والله على الحجار، بس كتير قوي. انا بعشق، هو عارف ان انا بعشق في البوم. طبعا كل على الحجار بالنسبه لي مهم، بس في البومين هم اهم البومات في حياتي. اولهم البوم لم الشمل، ده البوم مؤثر في حياتي جدا بكل اغانيه بكلماته، بس مش هينفع اقول منه حاجه لانه البوم ما بقاش شبه مجتمعنا دلوقتي وممكن يودينا في داهيه. بس انا اغاني على الحجار دي تهمه، عارفه ازاي؟ لا عارفه ايه، ما عيب اصلا حد يغني الاغنيه دي. طبعا في اغاني ما ينفعش حد يغنيها، في اغاني ما اسمعهاش غير من فيروز، بتاعت فيروز، اغاني ما اسمعهاش غير من ام كلثوم. على الحجار نفس الموضوع، في اساتذه كده اغانيهم بتاعتهم، عارفه ما ينفعش حد يغنيها زي على الحجار، واغاني كتير ليه يعني. ولكن ايه؟ انا غنيت له في مره في مسلسل الطوفان. دعوتي في الفجر يا اما، تسلمي لي في كل ضمه، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم الايد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. ربنا يخليك يا هبه، شرفتينا ونورتينا، وسعيد ان احنا بنعمل لقاء ده في القومي، وسعيد بالتجربه. اتمنى كل الناس تيجي تتفرج على مش روميو وجولييت، وتتفرجوا على كل مسرح الدوله. مسرح الدوله مليان عروض كتير جدا شغاله، اتمنى الناس تروح تتفرج عليها، ويجي يتفرجوا على روميو وجولييت، مش روميو وجولييت عشان بس ما